الكل تكتب رقم 7 إذا جاهزين نلعب اللعبة ونخلص هاي جلسة اليوم الممتعة. فقط 7 كتبوا 7، أريد 72 رقم 7. هيا هيا بنا start. يلا get ready. سامعين الصوت؟ سامعين اللحن؟ اكتب رقم 1 إذا سامعين اللحن. تمام تمام يلا نبدأ لعبتنا الأسبوعية. من سيصبح الساسبنور؟ ساسبنور هو شهادة أو بلاك تستلمها لما يكون عندك 100 مشترك ساس فأكثر في عالم السوفت وير. والغرض من هاي اللعبة إنه نتعلم المعلومات المملة أو الخفايا، السيستم، مصطلحات، أمور ماركتينج، تقنيات، كل هاي الأمور المملة بشكل ممتع ويمكن مسلي، ونختم بها جلستنا الأسبوعية. أوكي؟ جوائز اللعبة: الفائز الأول يستلم 10,000 دولار أو 10,000 بوسة، ما يستلم دولار حقيقي رمزي. الفائز الثاني يستلم 5,000 بوسة أو دولار رمزي. وين الفلوس؟ خلينا نجيب الفلوس. والجائزة الثالث يستلم 2,000 دولار أمريكي، كلها من أستاذ يوسف شميساني. أوكي، لكن إذا الفائز كان من أصول أردنية أو ساكن في الأردن أو طاير أو ترانزيت مسوي في الأردن، ما يستلم أي جوائز، لأن الأردن فازت على المنتخب العراقي في تصفيات كأس آسيا في الدقائق الأخيرة، وهذا أقل ما نقدر نسوي كانتقام للشعب العراقي المسكين. يلا أوكي، ننتظر 60 شخص ونبلش. إبراهيم فايب، شو بدك الأسبوع الجاي؟ الغرض الانتماء لهذه اللعبة، روح على kahoot.it إذا ما منزل الابليكيشن، ودخل 767-7155. ألو أوكي يلا، إن شامي يستاهلون كل خير، يعني ما مختلف معك، والله متفق معك، يستاهلون كل خير، ما يستاهلون فلوس مزورة. أوكي يلا، يستاهلون كل خير. بسم الله، 57. يلا 2 الأخ حيدر، ايش كانوا يقولون بالمحطات؟ 2 نفرين طالع، نهضة طالع، نفرين عمان. يلا بياع، يا صحيح. ويت، يلا اسمع، الخوات يمكن بتجهها المشغولات. نفرين عمان، يلا يلا يا معودين. 1 2. إذا ما تقدرون تشتركون بهاي اللعبة بشرفي، لا تفكر بشغل الساس. And I don't want to sound negative. بسم الله، بدينا. Yeah، تقدرون، حتى إذا يعني هاي تقدرون تشتركون. راح ينكتب هذه جوا الرمز. أوكي. السؤال الأول: أين تقع خاصية أونلاين ليستينج؟ الجواب الأول: سايتس أم ماركتينج أم سيتينجز أو ريفيوز؟ واو واو واو،
أحبطت كل معنوياتي. بشرفي والله أستقيل، والله راح أستقيل. 7 بس تعرفون يعني المعظم أنا أريد أعاتب، بالعكس هم أنا كنت راح أعاتب. واو أوكي، جابوا أونلاين ريفيوز، أونلاين ليستنج بالريفيوز، يكست يسموها. أوكي أو أظن هذا يعني يتلفظ فؤاد، يمكن هذا اللي ينكتب فؤاد هيك، مو الله الأسماء العربية بالإنجليزي حياة. آلاء أو علاء، زين صابر، برافو. أو شميساني يا شيطان، يا الله 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 الله، جاي من وين مشتري هذا الكزلك؟ حلو والله، لا يقلك، حلو حلو حلو. نيكست. أوكي تستطيع حظر الكونتاكت من سيستم الساس، سوري كانت صافن. صعب زي صح، صعب والله صعب. نحكي فصحى ولا عامية؟ صح، إذا مرات يجيني زبون، أنا صراحة ما كنت أعرف هذا الشيء، أحد من الفريق علموني، قالوا يجينا أرقام مزعجين، هذول أهل الدعايات وكذا، يريدون يعني نحضرهم بلوك نسويهم، طلع موجود هذا الشيء في السيستم. اوكي خاصية حلوة، اذا احد ازعجك او زعج الزبون مالك تقدر تسوي بلوك، بوم وضربة شلاق. برافو علاء، برافو. شمال ثاني عم يلعب الحواجب تبعه. اوكي شايفك. لا تستطيع تسجيل المكالمات في السيستم، صح ام خطأ؟ يلا خطأ، بل الجواب الصحيح هو أنك تستطيع تسجيل المكالمات في السيستم. أوكي 10 مجاوبين خطأ. أوكي السؤال التالي سؤال له علاقة، حلو برافو فؤاد. كم هي كلفة وحجم تخزين المكالمات في تويليو؟ مجانا وبلا حدود، أم مجانا ويخزن لمدة 6 أشهر، أو لها كلفة لكل دقيقة وحسب سعات التخزين، أم 0.0050 للدقيقة الواحدة؟ اوكي سعاد، او والله ما اعرف هذا الاسم شلون ينثبت. اوكي اول مره ادخل وما اعرف هذه اللعبه، ودي اشترك بس ما اعرف كيف. اوكي اذا شايف الشاشه استاذ سعود، اوكي سعود روح على kahoot.it، في اليوتيوب عندنا بلاي ليست خاص لهاي اللعبه وفي فيديو كيف اشترك. اوكي دقيقتين الفيديو، روح على kahoot.it. اوكي نشاخف هف صحيح. اوكي ودخل دخل البن 7677155. اوكي نشاخف تمام. اوكي شكرا، نشوف مين فاز بهذا والله يوسف كان صعد للتوب 5. اوكي نيكست شباب، أين تجد السكرين شوت أدناه في السيستم؟ سيتينجز، أما في الكونفرزيشنز أو في الريفيوز أو في الورك فلوز؟ هذاك السكرين شوت هو سكرين شوت الحلو فيه، هذا كان عبر نظام التصويت جبناه. قبل كان الكونفرزيشن مو هيجي، انتو جيتوا ايام النعمة، قبل كان الكونفرزيشن في السيستم هوسة
كل الكونفرزيشن، فيسبوك، انستغرام، اتصالات، ايميلات، كل جوجل، كل شيء كان في مكان واحد. كنا نعمل نشوف الكونفرزيشن. وراها طلبنا يابا خلي يكون عندنا هيك سكيت بورد، شوف خلي يكون عندنا حقل للمسجات اللي قراناها، حقل واللي فاتحيها وما فاتحيها. اوكي لا والله وراها سووا اللي مفتوح ينفتح والما مفتوح يصير بولد، هيك لونه يكون طخ. بس تخيلوا كل هاي المسجات في مكان واحد. وراها سووا حقل ريد ان ريد، الما مفتوح والمفتوح والريسنتلي حديثا. اوكي هم كانت ازدحام. وراها طلبنا فلتر. هسه تقدر تروح على المحادثات تطلب فلتر، تعمل فلتر المحادثات الجاية فقط او الطالعة فقط او محادثات الانستغرام فقط او الفيسبوك فقط او محادثات الموظف الفلاني فقط في كل الشانلات او المحادثات الموظف الفلاني الطالعة الطابة اللي بدك اياها الواتساب. ففلتر ادفانس جدا في الكونفرزيشن في اول ان وان انبوكس تلقاها. نيكست. واو شميساني طلع 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 بده الفلوس. او دبل بوينتس جايز، جهاز من اساسيات الحياه في يومنا هذا، لكن تم اعلانه حديثا في عام 2007 والشعار كان This is only the beginning. ايفون، ماك بوك، كوفي ميكر او مايكروويف. برافو. بشرفكم دزوا لي على الخاص انتوا اللي كتبتوا مايكروويف وهذا الواحد اللي كتب كافي ميكر. احبكم جديات، احب المحششين. ايفون ايفون، احب الفيجنري ستيف جوب. ان شاء الله في دورات الكوتشنج عندي كم خطبة له اشارككم فيها واشارك التيك اواي مالتي منه. الرجل فيجنري مثل ما شفت، قارئ مستقبل مثل ما شايف. زين ايلون ماسك يحب يكون مثله، لكن كل ما تطورت العادات يعني you cannot. ستيف جوب this is only the beginning. عجيب. انصحكم كثير تشوفوا الخطبه مالته في اذا بعدك ما شايفه. انا كل 6 اشهر راح اشارككم ان شاء الله اسوي فيديو، عندي كل 6 اشهر فيديوهات خاصه ارجع اشوفها في كذا فيديو في الاونلاين، في كذا كتب ارجع اقراها. فعلى كل الخطبه مالته في 3 قصص يحكيها في حفله تخرج هارفارد. أنصح الكل يروحون يسمعوها. جديات عجيب، ما أمل ما أمل، يمكن سامعها 20 مرة ما أمل منها. على كل، سابعا حسب رأي البروفيسور تيمور، ما هو المنظور الأصح اتخاذه عند البدء في عالم الساس إذا كنت ذو خبرة في البزنس والتسويق؟ منظور تداول الأموال، منظور دراسة جامعية، أو منظور أصبح مليونير بشهر واحد، أو منظور بزنس تقليدي. برافو. منو قال أصبح منظور بشهر واحد مليونير بشهر واحد؟ أنت ما تعرفني ودير بالك تقول لي مين أنت. أوكي لأن راح تصير الأمور مو حلوة بيناتنا. إذا كان عندك خبرة في البزنس والتسويق أخذها كمنظور تقليدي. هذا كلام البروفيسور تيمور، ما أعرف مين هذا. برافو. مين هذا؟ السيسي. واو ما شاء الله، لنا الشرف لنا الشرف والله، شرفتنا في المجتمع. شكرا شكرا شكرا. ايضا حسب راي البروفيسور تيمور، واو انظر صح انا البشر في البشر الساس، اذا كان لا عندك لا خبره في البزنس ولا والتسويق ولا في شيء، شنو احسن منظور؟ منظور تداول الاموال، منظور دراسه جامعيه، منظور اصبح مليونير بشهر، او منظور اوكي لا اذا ما عندك خبره اخذها كمنظور، اخذها كمنظور جامعه ادرسها اتعلم
تعلم البزنس، تعلم السيستمز، تعلم التسويق، انطي 4 سنوات واتحداك، انطي سنتين معهد تقني، انطي سنتين، لا تنطي شهر، لا تصير مليونير بشهر. ما حد صار مليونير بشهر، بس هذول اللي اشتروا يا نصيب وبعدين راحوا اللي محلات القمار خانة وخسروها. فما أتمناك إنك تكون من هذولاك. أوكي، أخذها كمنظور، منظور دراسة جامعية، صير متخصص ساس أونر، صاحب بزنس ساس 4 سنوات. أتحداك تعمل أعلى راتب بالعالم من أي صاحب شهادة، مع احتراماتي وحبي لأصحاب الشهادات. أوكي، which is يعني nothing wrong with it. أنا من كبار محبي الجامعات وأصحاب الشهادات، هذه تصقل شخصياتنا، نسوي كونكشن، نسوي علاقات. لكن إذا هدفك تروح للجامعة للوظيفة، لا هذا شيء غلط، لكن في البزنس تقدر تسوي أكثر فلوس. أوكي، آخر سؤال شباب، آخر سؤال دائما يكون من صلب الموضوع، من صلب موضوع الساس، ودائما النقاط عليه يكون دبل. فإذا تعرف يعني، إذا أنت بعدك ما جاي ما شاء الله سي سي عنده واسطة، إذا حتى إذا أنت مو هنا، إذا تعمل هي كريستينا، هي اي لايك يور فلاورز، اي لايك يور ايبروز. اوكي، فالسؤال العاشر إذا تقدر تجاوب عليه ممكن تغلب معانا هذا المبالغ الطائلة، وإذا لا تقدر تاخذ هذول داون. اوكي، نيكست شباب، السؤال التاسع من مالتي دبل بوينت. أوكي، هل تعتقد أن ترامب راح يفوز هاي السنة في الانتخابات الرئاسية ولا شنو؟ الخيار الأول أعوذ بالله، الخيار الثاني إيه راح يفوز، الخيار الثالث لا ما أظن، أو أني لا بها ولا عليها، وطيح الله حظ ترامب. أوكي، 14 قالوا أعوذ بالله، والله أتفق معك. 22 قالوا إيه راح يفوز، أتفق معك إن شاء الله. بس لا هذا يفوز، هذا بايدن، يمكن هو على قولة العراقيين فلان أخو الفلان. أوكي، لا ما أظن، وزعطوط وانطوا رئاسة. أوكي، 16 أنا لا بها لا عليها، والله عاشت إيدك، هو السياسي، أكو واحد سياسي براسه خير. حلو، نشوف مين طلع. هاي الأجوبة كلها صحيحة دائما، وبحياتك لا تتابع أخبار، هذول كلهم نصابين ودمروا العالم والحروب كلهم من وراهم، أكرههم. عشتيتكم يوسف مساني من المرتبة الأولى للمرتبة الثالثة، برافو. مين هذا؟ إبراهيم فايف، مرتبة الثانية كريستينا، برافو. برافو، والله العظيم عوافي عليها. كل الأسئلة اليوم was in Arabic language، was بالعربية، and she beat you guys. Shame on you. والله عوافي عليها كريستينا، من جنتنا، زوجة صاحبنا عمر، عراقي سوري ما أعرف من وين، هي رومانية، والله غلبتنا مع الأسف. مبروك كريستينا، you win with us $10,000 American dollars. Sorry we cannot transfer to Romania. إبراهيم فايض $5,000، لا أنت مصري صح، أنت تستلمه من يوسف شميساني. يوسف شميساني هاي منك كوبيك، من لحيته بخرنا له. يلا تحياتي، I love you all, see you guys next week, bye bye.